في ولاية تطاوين في ختام اليوم الرابع المكثف للتلقيح لم تحقق الجهة ما كان منتظرا بحسب مسؤولي الإدارة الجهوية للصحة بالجهة، حيث لم يكن الإقبال مكثفا على عملية التلقيح بالنسبة للجرعة الثانية أو المعنيين الآخرين بعملية التلقيح في اليوم الرابع على الحد السواء. الحملة هذه تخص الأشخاص الملقحين يوم 8 أوت، وبالتالي معناها نعرف اللي نهار 8 أوت 2021 تم تلقيح 1571 دونك، وتم إرسال 1317 إرسالية، لأن ممكن الفارق هو الأشخاص ممكن أصيبوا بالمرض كورونا. من 1317 تم تلقيح 990 شخص بنسبة معناها 75%. احنا بالنسبة لنا كل ما تلقى جرعة أولى لابد أن يتلقى جرعة ثانية، لازم تكون نورمال 100%. ورغم محدودية الإقبال على عملية التلقيح في اليوم الرابع المكثف، ما زالت الفرص مواتية في مراكز الصحة الأساسية التي ستؤمن عملية التطعيم بداية الأسبوع في مختلف معتمديات ولاية تطاوين دون الانتظار في الترسيم في منظومة إيفاكس. التوجه تو جديد هو أن تواجد التلقيح في جميع مراكز الصحة الأساسية، تقريب التلقيح لجميع الأشخاص، ما عادش تم إشكالية تنقل بالأخص للناس الكبار. نعرفوا ولاية تطاوين شاسعة، مسافات بعيدة ما بين المعتمديات، هذا باش يسهل ياسر مهمة التلقيح. تم التلقيح بدون التسجيل المسبق، معناها باش يصير تسجيل مباشرة بالمراكز الصحية. في ولاية تطاوين ومع تراجع مؤشرات الوضع الوبائي ومحدودية الإقبال على عملية التطعيم، يبقى الوضع غير مطمئن دائما بحسب مسؤولي الصحة في ولاية تطاوين.